هلا نحن وياكم رح نروح لسراج النور. رح نروح بداية إلى كميل جبران خادم نشر الكلمة بحركة أكت. صباح الخير. بونجور. صباح الخير. بونجور خي عبدو. بونجور مدام. يعطيك العافية. يا هلا. أهلا وسهلا فيك. باختصار بتشرح لنا شوي عن هالحركة؟ نعم، نحن أول شيء كلمة أكت هي ترجمتها أعمال. القصد فيها هي أعمال الرسل. هالرسل يلي حملوا العمل التبشيري لكل أقاصي الأرض. بحسب ما طلب منه الرب يسوع المسيح في آخر كلام معهم قبل صعوده، قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. هالعمل التبشير كان مرفوض وممنوع، لكنهم كملوا بالرغم من كل الصعوبات والاضطهادات والتعذيب يلي ذكر البعض منا بولس الرسول برسالته العبرانيين، قال رجموا ونشروا وماتوا بحد السيف وطافوا بجلود غنم وماعز. بس لضوي شو بيوصل بجلود غنم وماعز، كانوا من بعد ما يذبحوا الشاة يسلخوا جلدها ويتركوا عليه اثار من الدم واللحم حتى يثيروا شهيه الاسد الجائع ويلبسوا لانسان امن بالرب يسوع ويقولوا له فيك تخلص، يعني ما نقدر ان ندخلك بموضوع يهجم عليك الاسد يقتلك وتكون بين أنيابه، إنك فقط شغلة وحدة ترفض إيمانك بالرب يسوع المسيح. بكفي بولس الرسول بيقول لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. هللويا على الإيمان العظيم. من هون نحن نسأل أنفسنا بعد هالتضحية الكبيرة شو عملنا؟ كملنا مسيرة التبشير؟ اشتغلنا على الوزنات يلي معنا؟ أو خلص وركنا المسيحية من دون أي تعب؟ أخذنا بنصيحة بولس لما قالنا فالويل لي إن كنت لا أبشر. وليش الويل؟ لأنه الآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة من تحت. نعم. شجرة لا تثمر تقطع وتلقى في النار. يعني بمختصر مفيد خي عبدو، كل واحد منا ملزم ومدعو للتبشير لنخلص أنفسنا أولاً، وما نقول ما في وقت، خلينا نردد يلي قالنا هو رسول أصعب الرسالة لتيموثاوس، داوم على التبشير في وقته وفي غير وقته. نحن بحركة آكس التبشيرية وضعنا ثلاث أهداف رئيسية لعمل. أولاً نمو الإيمان، ثانياً نشر الكلمة، ووحدة مسيحية. بنمو الإيمان من الطبيعي حتى نقدر نبشر بكلمة الله ضروري يكون عندنا اطلاع وتعمق بالكتاب المقدس، أو بالأحرى بالمكتب المقدس. ليش مكتبي؟ لأنه كتاب واحد بيحتوي على 46 كتاب بالعهد القديم و27 كتاب من العهد الجديد. هون ابتدينا من 10 سنين تقريبا بتعميم نص من الإنجيل والرسالة عبر خدمة الواتساب يوميا مع نبذة عن حياة أحد القديسين يلي بيصادف عيده بهالنهار. وكمان قدمنا شرح للرسالة بمجهود شخصي من الخادم العام لحركة أكس عماد مجاني تحت عنوان بشرى اليوم. وهالشيء فتح لنا المجال إنه ننتقل كل يوم أربعة مثل اليوم يعني للقاء المؤمنين بعدة مناطق بناء على دعوتهم ببيوتهم بصالونات الكنائس وبالقاعات ليسمعوا شرح أوفى وتفاصيل أدق عن الرسائل تحت عنوان اللقاء الرسول. وبسبب الكورونا ما وقفنا، كملنا اللقاءات عبر خدمة زوم يلي فتح لنا مجال نتشارك مع أشخاص من عدة أماكن بنفس الوقت. صح. وكمان نعم من عدة دول. بهالمناسبة بحب أدعيكم وأدعي عبر شاشتكم الكريمة كل يلي بحب يتشارك معنا بهذا اللقاء اليوم الليلة الساعة 8 المساء يتواصل على رقم أكتس 03-15-18-15 حتى نبعث له اللينك، أو عبر خدمة فيسبوك لايف موقعنا هو أكس ليبان. بالخدمة الثانية يلي هي نشر الكلمة، نحن أطلقنا حملة من فترة طويلة أنا بدي إنجيل وأنا عندي إنجيل. بهالطريقة قدرنا جبنا الإنجيل من اللي عنده لنعطيه اللي ما عنده. ومن هون قصدنا عدة أماكن مقدسة مثل سيدة حريصة ودير مارمارون بعناية ومزار العذراء وكنيسة مار شربي بزحمة. وهدينا للزوار من غير المسيحيين
الإنجيل المقدس إيمانا منا بأن كلمة الله هي وحدها التي تجمع. وكنا مقررين يوم سبت النور نقوم بهالخدمة، لكن بسبب إجراءات الكورونا ومنع التجول عدلنا الفكرة. وهون بنطلب من كل يلي بحب إنه يحصل على الإنجيل المقدس، ما عليه إنه يتواصل بس معنا عبر رقم أكسلي من اللي من ساعة ونرجع من عيده 03-15-18-15، ونحن مستعدين نوصل له هالهدية من الرب يسوع على بيته وين ما كان. الخدمة الثالثة والأخيرة خي عبده هي خدمة وحدة مسيحية. نحن بحركة أكس المبشرين بينتموا لعدة كنائس، في أنا الأرثوذكسي وفي الماروني وفي الكاثوليكي وفي البروتستانتي، في من كل المذاهب. انطلاقا وإيمانا منا بما ورد في دستور الإيمان نؤمن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. نعم، ونتمنى أنه ينعكس هالشي على أرض الواقع وتتوحد الأعياد بدءا من عيد الفصح، ونحتفل سوا ونردد سوا المسيح قام حقا قام حقا قام. شكرا لك أكيد كميل جبران خادم نشر الكلمة بحركة أكتس، يعطيك العافية والله يقويكم بهذه المهمة.